العلاقة العاطفية بين أي اثنين متزوجين لها قدسيتها وأكيد لها خصوصيتها. وللأسف يمكن لدينا ثقافة في ثقافتنا العربية يمكن تخلي مفهوم التفاعل الجسدي خصوصا إذا كان على الملأ وأمام الناس ما تأثير هذا الأمر على ازدهار ونمو العلاقة. حول هذا الموضوع تنضم لنا الأستاذة سارة هوساوي أخصائية نفسية ومديرة تنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري. مساك الله بالخير سارة. مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا. والله يا طويلة العمر كنا جاهز للموضوع ان نسولف فيه اليوم اي ونفتتح كذا ونقعد وبسم الله الرحمن الرحيم تعالي نسولف. يلا بينا. الحين يا طويله العمر عروس وعريس ايش زينهم ايش حالاتهم؟ كناري الحب العصافير ماشيين في الشارع وماسكه يده. طب عادي حتى لو كنت لي 20 سنه متزوجه يا ستي انا تقول لك الحين اثناء زهوه الحب ما تجي هذه بعد 20 سنه الا تجي. وهو ماشي في الطريق مسك يد زوجته ودلعها ومشي فيها وجاب لها الأكل وحطه قدامها وأكلها بالشوكة في بقها قدام الناس. يويلي ويلا. إحنا طبعا مثل هذا التصرف أمام العالم وفي الملأ يصنف، أنا آسفة أني أقول لا 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 طبيعي لا جدا. لا لا يسمى إيش معلش يسمى إيش يسمى خروف يسمى خروف. هذا مجتمعنا وهذه ثقافتنا. البعض الحين شلون نجي نقول لهم الآن إن العلاقة التفاعل الجسدي أو الاقتراب في الأماكن العامة يزيد العلاقة ود بين الزوجين وإنه شيء طبيعي إنه هذا التصرف طبيعي بين الزوجين؟ هو طبيعي ومنطقي وإنساني وجميل جدا ورائع. لازم نفهم حاجة إن العلاقة الزواجية هي ما هي علاقة فوقية أو هي علاقة من أعلى ومن أدنى، هي علاقة اثنين اختاروا بعض ربنا يسرهم لبعض زرع بينهم مودة وحب وألفة ورحمة بناء عليها صاروا أزواج. فكوني ماسك يد زوجتي أو ماسكة يد زوجي له عار وله حرام وحتى نفسيا شيء جيد إنه بالضبط. دليل على اتزان نفسي ما بين الزوجين. أجي أنا من الخارج كذا من خارج الصورة وأقعد أطالع أقول ما هي علاقة سوية ما هي علاقة صحية. ما يقولون كذا سارة؟ يقولون بالكلمة اللي أنت قلتيها. إيه طبعا الكلمة السيئة. أيوة وطبعا المصطلحات كثيرة ليس هذا يس. المصطلح كثير ساحرته ماشي ورا زوجته أيوة ما عنده شخصية أيوة لا فنحن هذه كلها مسميات العلاقة الغير صحية وهذا خطأ. أول نقطة لازم نعرفها إن العلاقة الزوجية هي قائمة على الحب والمودة ونوع من أنواع التعبير عن الحب والمودة عند البعض مثلا التلامس الجسدي إني أمسك يدها إني أأكله بشوكة على قولتك إني أقرب له صحن اللي يحبه إني أناديه بكلمات لطيفة هذا نوع من أنواع الألفة والمودة بناء على الأشخاص. بالضبط بالضبط. أنا كشخص مشاهد ما لي حق ولا لي تدخل بهم كيف بيعبروا عن نفسهم. هتجي تقولي لي لا هذا مخالفة للذوق العام. بالضبط كنت أقول لك نفس الجملة. هل من مخالفة للذوق العام التعبير عن الحب بشكل لطيف ونقي ونظيف؟ ما في من لوائح الذوق العام هذه المخالفة. جميل. اللوائح عندنا موجودة. عطني يعني عطني لائحة من اللوائح تقول على زوجة مثلا ما تمسك يد زوجها. عطني لائحة من اللوائح الذوق العام يقول للزوج ما يأكل زوجته. فما لك حق أنت كونه هي ما تناسب ذوقيتك ولا تناسب منهجيتك تقول لا هذه ذوق عام. هي ذوقك أنت الخاص ما هي ذوق عام. فهذه نقطة لازم نكون منتبهين لها. طيب خلينا نتكلم كمان عن الأثر النفسي الإيجابي الذي يقع على الزوجة عندما مثلا زوجها يعاملها هكذا معاملة مثلا بشكل طبيعي سواء أمام أبنائها أو أمام الناس وكذا. رائع. هي الأثر ترى شوفي التعامل اللطيف ما بين الزوجين مو بس للزوجة ولا بس للزوج هي للزوجة والزوج والأبناء. مزبوط. أنا للأمانة أنا مستأذنة عشان أقول هالقصة. أنا عندي أنا هذه مشاهدة كلينيكية أنا أشوفها بالعيادة. عندي عميلة تجيني كل فترة كل أسبوع عمرها تعدى 50 سنة. زوجها عمره تعدى 50 سنة. كل أسبوع يجيني هم الاثنين مع بعض كل أسبوع أجي أسألهم ما شاء الله يعني تأخرتم من يقولك لا إحنا جينا بدري رحنا تغدينا بالمكان اللي هي تحبه الله رحنا سوينا في المكان يعني حتى زوجها في نهاية كل جلسة يجينا على جنب يسألني يقول إيش التقدمات اللي صارت أنا لاحظت فيها كذا وعمره أكثر من 50 سنة ليش لا بسم الله عليهم ما شاء الله الله أكبر عليهم ما بينهم انسجام رائع. هل ما بينهم مشاكل؟ أكيد كأي عائلة. هل ما بينهم خلافات؟ طب بديهي كأي عائلة. لكن هل ما بينهم حب وتقدير وألفة؟ إيوه مع أن زواجهم أكثر من 30 سنة دائم. فهنا النقطة اللي نتكلم عنها هي جتني لسبب مشكلة نفسية ما أنا قاعد أقول لولا دعمه
ولولا تقديره ولولا حبه لها ما كان أنهينا هالجلسات العلاجية، ما كان أظهرت هذا التقدم. وبعيدا عن الزوجة شوف الأبناء، أثر كبير طبعا على الأبناء. أي أبناء نشأوا في عائلة يستطيعون التعبير عن الحب وشافوا الحب قدام عيونهم تلاقينهم أبناء مليانين حب، قادرين يعبرون عن الحب، مستقرين نفسيا. فلما تعبر عن حبك لزوجتك ولما تعبري عن حبك لزوجك قدام أبنائك بكل ألفة ونظافة ورقي هتلاقين أبنائك أسوياء نفسيا رائعين. صحيح. خليني أخذك سارة بعيدا عن الأماكن العامية، إحنا صراحة نواجه مشكلة أخرى كمجتمعات في البيت، جوا البيت عندنا عيب لبض، لا يعني يستصعب الزوج أنه يضم زوجته ويبوسها قدام عياله، مع أنه أنا أراها إن هي من التربية، ضمها بوسها اجلس جنبها، يعني عبر بقدر ما تقدر، وحتى أنت عبري قد ما تقدري، ضمي احضني بوسي قدام أولادك، خلي ابنك يطلع يفهم أن هذا تعبير عن الحب وليس شيء خادش. مشكلتنا التحفظ الأسري، نخجل كمان. نخجل أنه حتى البنت لما بتكبر تستحي تضم أبوها، ولا بنربي عيالنا لا تضمين أخوكي لا تبوسين أخوكي، أنت بلغتي وهو بلغ، على طول عندنا هوس الشيء السيء، فبنطلع عندنا تحفظ على الاتصال الجسدي بيننا كأسرة، أنا وزوجي أنا وابني. أحيانا تلقين أم تقولك أستحي أضم ولدي، وبنت تقولك أستحي أضم أبويا، أستحي أضم أخوي، عمي أسلم عليه باليد. أليس أنه إحنا يعني الآن لما يجي الأب ويمارس مثل هذه السلوكيات الجميلة العاطفية الودودة يطلع ابني فاهم أنه عادي في العيد سلم على أختك، أو يعني طبعاً أقول في العيد هو المفروض أنه ما يكون بس في العيد، ولكن أتليست يعني أنه كذا، هذا خطأ؟ هل إحنا اللي قاعدين نسويه صح؟ شوفي إحنا عندنا إشكالية أننا ما إحنا فاهمين كيف نعبر عن الحب، هذه إشكالية ترى يعني ما أعتقد أنها بسيطة، أعتقد أنها متفشية في كل منازلنا. يعني أنا في منزلي مثلا مع أهلي أنا عادي أعبر عن حبي، أخواني يعبرون عن حبهم، أخواتي يعبرون عن حبهم، هذا شيء صحيح. في منازل كثيرة لا ما يعبرون عن الحب، يعني حتى تعبير كلمة أحبك تعتبر كلمة مخزية، يعني أحب ماما أحب بابا أحب أخواني لا كلمة مخزية ما تنقال. قالت أستاذة لبنى يعني حاجة حلوة اللي هي التعبير التلامس الجسدي، إيش فيها لو حضنت أختي؟ إيش فيها لو حضنت أمي؟ إيش فيها لو حضنت أبوي؟ النقطة هنا إن نحن لازم نعرف إن لنا حتى نحن حدود في الأحضان، ولنا حدود في هذه الممارسات في التلامس الجسدي. لما أظهر حدودي هذه أمام أبنائي أنا كده علمت أبنائي حاجة اسمها. كيف حدودي معلش؟ يعني حدودي مثلا في أنواع مثلا معينة من الأحضان لازم الأبناء ما يشوفونها على سبيل المثال، وأنواع من القبل الأبناء ما يشوفونها، لكن في أنواع أخرى It's okay أني أحضن زوجي، It's okay أني أحضن ولدي. الصبح لما هو طالع على قبل يطلع على الدوام سويت له فطور وسويت له قهوة وضميته وحبيته وبسته قلت له تروح وترجع بالسلامة يا حبيبي، برافو عليك. إيش المشكلة؟ تعرفين لما الأبناء يشوفون هذه الحدود ويشوفون الأحضان ويشوفون هذا النوع من التعبير عن الحب إيش بيصير؟ نعم. أبنائي بيصير عندهم نوع من أنواع الحدود اللي أنا أعرف إيش لازم أسويه مع الآخرين وإيش مو لازم أسويه. أبنائي حيصير عندهم قدرة على التعبير عن الحب، أبنائي حيصير عندهم قدرة على قبول الحب، وأبنائي حيصيرون يقدرون يفرقون، وهذه دائما أشوفها، يفرقون ما بين التعبير عن الحب الحقيقي وتعبير مين يقدر يعبر لي عن حبه ما بين التحرش الجنسي. لما أنا كأم أوري أبنائي إيش هي الحقيقة وأنبههم من عمر مبكر وبشكل راقي وفعلا لبق، يصير عندهم تفريق ما بين الحب الحقيقي وما بين مين يقدر يمارس معي الاحتضان والتقبيل ومين اللي لا، فيصير عندهم ثقافة عن التحرش الجنسي. فأنا بعيدا عن كوني حتى من الأقارب، حتى من الأقارب، برافو عليك. فأنا نفس ما أنمي فيهم الحب أنا أنمي فيهم الحرص بهذه الأفعال، أخليهم يتعلمون بالطريقة الصحيحة مني بالطريقة اللذقة مو من برا. أنت رائعة على فكرة، شكرا لك، طرقتي إلي رائعة، لأنه عارفة إحنا بنعمل حملات نوعي فيها الأطفال من التحرش، أوعي على شيء ما مارسوا ولا يفهموا ولا يعرفوا. إذا أنا كبنت أبوي عمره ما ضمني عشان أفهم الحضن السليم، أخوي عمره ما ضمني عشان أفهم الحضن السليم، فمن الطبيعي لما يمارس عليه تحرش ما أفهم هذا سليم أو غير سليم. فأحييك بصراحة على هذه النقطة، شكرا جزيلا. وهذا هو إحنا أبناءنا يتعلمون مننا الحدود، حدود أنا مين ينفع أني أتكلم معاه، مين ينفع أني أحضنه، مين ينفع أني أبوسه، مين ينفع أني، وكيف كمان أنواع القبل وكيف أنواع الاحتضان اللي لازم يكون، لأن برضو لها حدود ولها أشكال. فلما أنا أبنائي أعلمهم من عمر مبكر وتثقيفي أنا وأنا عارفة وش زرع فيهم، حينشأ لي طفل سليم، يخرج لي شاب سليم، يصير أب سليم وتصير أم سليمة. مزبوط. طيب إيش هي نصيحتك لكل زوجين حتى يعيشوا حياة سعيدة
وأيضا بعيدة عن التعود والملل والروتين. رائع جدا. في حاجة أنا دائما شوفي أنا أرجع أقول لك أدور وأحوس حول أني أخصائية نفسية. أنا دائما أبحث عن الاستقرار النفسي وحتى الاستقرار النفسي الزواجي. دائما أقول يا أزواج عبروا 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 عن سخطكم، عبروا عن سعادتكم، عبروا عن حبكم. خلوني أقول لكم دراسة صارت سنة 2019 صارت يقول لك أن الأزواج اللي يتشاجرون واللي بينهم شجار يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض. ليش؟ لأنهم صار في تنفيس انفعالي، تخانقوا، أوكي كانت هي طريقة غير صحية لكنهم أقل عرضة يعني للأمراض. فما بالك هذه خناقة وهذا شيء تقليل قيمة، ما بالك لو كان شيء قيم أكثر. النقطة الثانية، اترك المجتمع على جنب، امشوا على حاجتين. هل هو ربي حرمه؟ هل الرسول سواه؟ إذا كانت الإجابة نعم فهو مشروع وحق أن نسويه. اترك المجتمع وقيمه على جنب إن كانت تتنافى مع الدين. مجتمعنا رائع، يملك قيم رائعة كثيرة. ولا يعني ولا أتحدث عن قيم المجتمع، لكن في كم رأي للمجتمع هي آراء موضوعة لم يمت لها الدين في صلة، حتى الدين يعاكسها، ولم يمت لها السنة في صلة. استندوا على هذه النقاط. النقطة الأخيرة والمهمة، يا أزواج أنتم اليوم أزواج، بكرة آباء، أبنائكم هذولا حيصيروا بكرة أزواج. أحسنوا يعني أحسنوا التربية، والإحسان بالتربية يكون بالنظر، بالقدوة. إيه، فهم لما حيشوفونكم راح حيصيروا نسخة تبقى الأصل منكم. أحسنوا التربية أرجوكم. مزبوط. وهذا أغلب ما يعني أقول. نصيحة جميلة جدا أستاذة سارة. شكرا هرساوي. يعني استمتعنا بالحديث معك في هذا الموضوع، شكرا لوجودك معنا الله اليوم. الله يرضى عنك. شكرا. هلا وسهلا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، صفات في الصديق المقرب تجعل العلاقة تدوم وأطول.